وعندك تتوقع في... انه يعني هو يعني يمكن كنت بتكلم مع كابتن عادل، يبدو انه راجل موسيماني يعني مقتنع جدا بامكانيات صالح جمعه، ويبدو انه فاتح الباب قدام صالح عشان يستغل الفرصه. هو قال له كده وعده نصا انه لو التزمت معايا انت هتودع الدكه دي مش هتشوفها تاني. هل تتوقع ان احنا نشوف صالح جمعه في المباراه اللي جايه؟ برضه من ضمن الحاجات اللي انا ابتديت كلامي معاك انه الراجل اللي عنده ذكاء، هو شاف امكانيات اللاعب وشاف امكانياته. المدرب كويس بيعرف اللعيب من لمسه الكوره، فلما شافه اقتنع بيه. اعتقد الماتش الجاي هيديله فرصه كويسه، وان شاء الله في الموسم القادم هتبص تلاقيه من العناصر الاساسيه. الولد مش محتاج اكتر من انه يلعب خمس ست ماتشات، ما اعتقدش ان حد هيشيله لو انتظم مع الثقه اللي بيديها له المدرب، هتبقى حاجه جميله جدا. الى جانب انا طبعا نسيت كهربا. ايوه انت كهربا بيلعبه هاف تايم النهارده، ممكن يلعبه الماتش اللي جاي، يلعبه الماتش كامل. بادجي ممكن يلعب الماتش كله. ديانج احنا شفناه ما شاء الله في الماتش اللي فات، فعندك ممكن يرتاح الماتش ده، يلعبه هاف تايم، يبقى قاعد بديل، بحيث ان برضه يبقى القوام بتاعه 18 ل 20 ما بين 11 والاساسيين يبقوا قاعدين بدلاء. صحيح.